المهم يعني طلعت المعلومة واتجهوا هم بنفس التشكيل ده بالأربع أربعة بيك أب والعربية الجيب والاتنين مدرعات، مين حابب يروح مؤتمر؟ وبعد كده راح جاي الضباط بيقول لك مشي 35 كيلو جوه الجبل، الموبايلات كلها قطعت وفصلت، والجي بي اس ما كانش جايب المكان بالظبط. مرة واحدة كده وعلى طريقة الأفلام الأجنبي، الضابط بيقول لك هو إبراهيم بيه العميد اللي هو بتاع مديرية أمن الجيزة، قال لك العربية الأولانية المدرعة اتضربت بالهاون والار بي جي، انفجرت ووقفت، دي اللي كان فيها حوالي 8 عساكر، وكان فيها اللي هو النقيب اسلام، وكان فيها ضابط امن دوله. ضابط امن دوله اتقتل، والنقيب اسلام ده حصل له زي بتر كده في رجله، والعساكر كلها ماتت. كل واحد بقى من اول وغير راح جاي ضاربين اخر مدرعه، يعني موقفين المدرعتين الاولانيه والاخرانيه، والضرب بقى في النص متحاصر. كل واحد بقى اتعامل مع نفسه بقى، اللي معاه البيك اب كله بيجري يلف يمين وشمال، العساكر مش عارفه تعمل ايه، الضرب اشتغل من فوق الجبل. الضابط اللي هو كان بيحكي لي بيقول لي الضابط الامن الدولي اللي جنبي لقيته واخد رصاصه في دماغه، والعربيه وقفت، وقتها نزل من تحت ضرب عينه ضرب عينه ضرب عينه ضرب عينه في كل حته. رحت انا جاي زاحف على الارض واخد العربيه وطالع، لقيتني ماشي 35 كيلو لغايه ما رجعت. اول ما جبت سيجنال كلمت الاداره وبلغتهم باللي حصل. بعد كده بقى جه التفاصيل بقى، حكايه العساكر كلها قالت لك اول ما نزلوا علم الجبل بعد ما ضربوا عينه، نزلوا علم الجبل، الراجل اللي كان نازل معانا هو بقى ايه المخبر اللي هو واد المسجل اللي هو كان ماسك في الكريم بتاع الايوبيه، نزل مع واحد بدقن كده كبيره، قال لك مش عارفين شكله ايه. وعيال كلهم اصلا بيقول لك كان هم حوالي 10 او 12 واحد، عيال كلها بنفس سنهم 20 سنه 21 سنه، مع الراجل الكبير ده اللي هو الشيخ ده، يقول له ده ضابط جاي ضربه في دماغه، ده عسكري جاي معجزه بطلقه في ايده ورجله، وهكذا. وطبعا طبعا قال لك ايه، اول ما نزل علينا رقدونا، ارقد 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 ارقد، كله رقد على الارض ورمى الاسلحه، لموا الاسلحه، وزي ما فهمته كده عدى عليهم، انت ضابط؟ طخ. واللي بيكذب يقول له لا ده ضابط، يروح جاي طخ المرشد بتاعهم اللي هو كان جاي مع الداخليه، هو اللي بيقول لهم ده ضابط وده عسكري، بيعرفهم مين. اي ضابط كان رايد على الارض اتصف في دماغه، ما عدا واحد اللي هو النقيب محمد الحايز ده، قال لك احنا عايزين ناخد واحد فيهم، قال لك انت عايز تعيش ولا تموت؟ قال له انا عايز اعيش، ماليش دعوه بحاجه، وانا عندي عيال حرام عليكم. قال له تعالى معانا، خدوه هو حي، هو النقيب محمد الحايز ده. والظباط كلها يقول لك ضابط امن الدوله اللي كان مرمي على الارض ده اتصفى بثمان رصاصات في دماغه. والعساكر كلها فعلا نفس الروايه، كل العساكر اللي انا كشفت عليهم النهارده ال 12 عسكري كلهم مضروبين بطلقات في ايديهم ودراعهم، اللي هو تعجيز لاقصى الاقل، مفيش حد ضروب في بطنه ولا في دماغه ولا في رقبته ولا في صدره في اي حاجه، كله مضروب رصاصات تعجيزيه في حتت، كلها رصاصات اللي هي اللي فيكم عارف يعني طب شرعي اللي هي التانجنشال، كلها مقصوف تماس اللي هو بيخش في العضلات بس، لا بيكسر حاجه ولا بتعمل، يعني ناس شغل ناس محترفين. قال لك ده اننا قاعدين بقى الفيديو اللي هو الواد نادر ده بيحكي لي بقى اللي هو كان عمل التسجيل الصوت ده، ديتني احاول اتكلم مع الناس على التتر او الجي بي اس الاداره، قال لك هنبعت لك. راح جايين بعد شويه لقينا العيال دول نازلين علينا تاني على الساعه 10 بالليل، لموا كل الجي بي اس اللي في المدرعات، حاولوا يسوقوا المدرعات ما عرفوش، حاولوا يسوقوا الجيب كان فيهم واحده متعطله وفيهم فراد مضروبه ما عرفوش يسوقوها، خدوا منها الجي بي اس وخدوا منها البنزين وخدوا منها وطلعوا على المدرعات الاثنين الفهد، خدوا الجرينوف اللي فوقها وطلعوا سابونا. قعد قالك على الساعه 2 3 كده لمينا بعض وقعدنا كلنا جنب الجبل كده، وخدنا معانا اللي هو النقيب اسلام اللي كان هو رجله مبطوره ده، وربطنا له رجله. على الساعه 4 5 كان استشهد يعني نطق الشهاده ومات. وراح جايين على الساعه 6 ونص كده او 7 قال لك الهليكوبتر بتاعت الجيش جت، تطلع وتنزل تطلع وتنزل تطلع وتنزل، خايف لحد يضربه بصاروخ ولا حاجه. على الساعه 7 ونص 8 راح جاي نزل على الارض لم الجثث والجسامين، وبين راح جاي طالع بيهم تاني وخد كل الناس، سابوا العربيات سابوا كل حاجه ومشوا. بس اللي جالنا هنا وفيات، جالنا هنا حوالي اربع خمس جثث ضباط، ومنهم واحد مدني اللي هو الراجل القصاص اللي هو الدليل، واللي راح مدينه نصر تقريبا حوالي 12 او 13 جثه مدينه نصر. وجالنا مصابين هنا حوالي 12 عسكري وثلاث ضباط بس.
بس يعني تشوف الناس يعني تصعب عليكم بجد، يعني حاجة مهزلة مهزلة. بيقول لك سابوهم من الساعة 5 بالليل لخمسة الصبح لعام مرمية، لغاية ما النقيب الإسلام ده بيقول لك يعني ده مصفى ومات، مفيش حد جالنا ولا فعلا ولا في طيارات بقى اتضربت ولا أي حاجة والكلام خالص، ولا أي حد جه لأي حد ولا حد عبر حد بحاجة، ربنا يرحمهم يعني. ده بس يقول لك يعني ضابط امن مركزي بيقول لي يا باشا اللي هو جاي معاه ده، بيقول لي يا باشا احنا مناظر بس، عربيات جديده واسلحه خالص، مفيش حد متدرب ولا حد معمول. اول ما جت معلومه من امن الدوله كله طلع يجري وخلاص، نفذ نفذ هات هات، عايز يعمل اللقطه يمسك بيها اللي هو اشرف ده المطلوب ده دوليا ده خلاص، قال لك اتحرك دلوقتي حالا. لا كنا عاملين استطلاع ولا كنا عاملين اي حاجه، ولا حد فينا اصلا عمره اتعامل اصلا قبل كده بالرصاص الحي زي ما العيال دول اتعاملوا. العيال اصلا من فوق الجبل كان هم 10 12 ويا جماعة ثبتوا مأمورية فيها 70 واحد، متخيل 12 16 واحد بيثبتوا 70 واحد؟ عساكر كلها أول ما نزلوا عليهم من الجبل رموا أسلحتهم، عشان يفهم الناس إن العسكري اللي هيرمي سلاحه هيعيش، والواد يبقى عارف كده ما يحاربش بعد كده ولا يتكلم ولا كلمة. العسكري اللي يا جماعة اللي هيرمي سلاحه هيعيش، ويفهم كل الناس اللي حواليه فهو يقول له كده، عشان بعد كده بقى الناس كلها العساكر كلها تبقى عارفه هو مثلا تعامل يرمي سلاحه خلاص. هو عرف قبل كده ان زميله اللي قبل كده لما رمى سلاحه عاش، واللي حاول يضرب نار او الضابط اتقتل. ربنا يرحمهم يعني.